خير يا فندم. اهلا وسهلا. خير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور احمد. انا كمواطن لي دور في الحفاظ على امن واستقرار البلد. انا كمواطن والشعوب ليها مسؤولية او تتحمل مسؤولية ايضا الامن والاستقرار في المكان اللي هي عايشة فيه. احنا دايما لما بننظر الى اي بلد من البلدان يعني القادة السياسيين بيأدوا دورهم وبيأدوه على خير وجه، ولكن ايضا الشعب ليه دور كبير جدا. ايه الدور؟ احنا لما بنحكم على اي شعب من الشعوب بنحكم عليه بقدرته على تجاوز الازمات وقدرته على تخطي المشكلات وقدرته على تحمل التحديات المختلفة، وده يتم بالتماسك الاجتماعي، التماسك الداخلي. أيوة. بإدراك بقدر من الوعي بطبيعة المشكلات المحدقة أو اللي بيواجهها المجتمع. نعم. واللي فخامة الرئيس أشار إلى بعضها. قال إن في خطر بيواجهنا في الشرق وخطر في الجنوب، وإحنا ده كله بيأثر، وأشار إلى حتى الحروب اللي حرب أوكرانيا وروسيا والمشكلة العالمية وثم مشكلة غزة بعد كده، ثم المشكلة نفسها اللي احنا بنعاني منها، غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار وغيره من المشكلات اللي كل دي مشكلات أي شعب من الشعوب ممكن يواجه هذه المشكلات، ولكن الشعب المصري تمت ثقة لدى الرئيس ولدينا جميعا في أنه الشعب المصري ده شعب وارث حضارة عريقة ومدرك تمام الإدراك أنه لابد من أنه يتخطى هذه الأزمة، ولابد أنه هو يقف صف واحد كده بقدر كبير جدا من الوعي، قدر كبير جدا من المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية. وعلى فكرة حضرتك لما بتنزلي الشارع وتجدي يعني الكلام الناس واستجاباتهم وتصوراتهم حول الأزمة، هتجد حاجتين. نمرة واحد ان الناس مدركة ان في أزمة طبعا، بس في نفس ومدركة انه في تحمل من الشعب. أي. بس في نفس الوقت مدركة انه احنا فكرة ممكن نحتمل. نعم. احنا الشعب المصري قادر على انه يحتمل. نعم. خاصة لما الانسان بيشعر انه ثمة مؤامرات بتحاك بالانسان المصري. نعم. وتحاك نعم. بالشعب المصري. أي. وانه احنا في وضع فعلا عالمي غير مستقر ووضع اقليمي غير مستقر على الاطلاق. ثمة وعي على فكرة عند كثير جدا من ابناء الشعب المصري بهذا. أي. وثمة وعي ايضا بانه احنا قادرين على ان احنا نتحمل وقادرين على ان احنا نتجاوز الازمة. وانه عنده ثقة ايضا بانه لدى القيادة السياسية ان شاء الله يبقى يعني موجود تصورات لتخطي هذه الازمة. نعم. وفي المستقبل كلنا نبقى ايد واحدة كده ونتخطاها باذن الله ان شاء الله. من هنا بتيجي الحكايات يا دكتور احمد. بمعنى ايه الحكايات؟ تلاقي في ظروف زي دي تلاقي الحكايات للأجيال، يعني تلاقي مثلا الجدات لو عايشين ربنا يديهم صحة يبدأوا يحكوا للأمهات وللأحفاد هم تحملوا إيه فترات اللي فاتت وعلى مدار التاريخ، وتلاقي الأمهات أيضا بتحكي لولادها لا ما احنا برضو مرينا بظروف صعبة في ظروف كذا وكذا وكذا وعدينا وتحملنا. من هنا بتبقى الحكايات مهمة. هو طبعا ده كلام حضرتك ده يثير أهمية الأسرة في هذا الموضوع. يعني احنا طبعا في مؤسسات بتبقى لها مسؤولية من أهمها الأسرة، ان احنا محتاجين داخل الأسرة ان احنا أول حاجة ان احنا نتلم على بعض شوية. أي. محتاجين ان احنا نبعد شوية عن المؤثرات اللي بتجينا من هنا وهناك. أي. خاصة المؤثرات اللي بتجينا من وسائل التواصل الاجتماعي بتبقى في بعض الأحيان بتحمل بعض الإشاعات وتحمل بعض الأكاذيب وبعض الادعاءات الفارغة. أي. إن إحنا زي ما حضرتك بتقولي كده إن إحنا يعني يعز بعضنا بعضا يعني ويعلم بعضنا بعضا إن إحنا الأجيال ننقل خبراتنا للأجيال القادمة ونطلعهم على الحقيقة. لا أصل هم ما يعرفوش كأطفال، ما يعرفوش طبعاً كشباب. طبعاً طبعاً أنا كأم مريت بظروف صعبة إزاي
وتعديت مرحلة الصعوبة. طبعا أنا ما كنتش واعية ولا أنا فاكرة لما أمي الله يرحمها أو جدتي الله يرحمها الظروف اللي كانت اللي عاشوها. يعني أقصد أنت طول الوقت في حكايات محتاجين انها تتحكي للاجيال. صحيح. انا مش بتكلم كمان على مستوى ظروف البلد يا دكتور احمد او ظروف اللي ممكن تكون او نقدر نقول فكره ما يحاك للبلد، لا انت كمان بتتكلم بالتوازي مع التجارب الشخصيه والتحمل على مستوى التجارب الشخصيه. صحيح. انا يعني بعتقد ان احنا محتاجين ده، مش عارفه يعني حضرتك كاستاذ علم اجتماع نعمل ده في صيغه ايه، مش عارفه. لا هو طبعا ده مطلوب جدا لانه الاسره هي المكان اللي بتنتقل فيه ذاكره، ليس ذاكره الاسره فقط وانما ذاكره المجتمع. ايوه احنا بننقل الجيل الجديد ذاكره المجتمع. نعم. بما فيه وخاصه النجاحات المختلفه. احنا بنحكي له مثلا حاجه زي نحكي النجاحات ونحكي على المعاناه اللي احنا كافراد عشناها. صحيح. ونحكي له حتى على التاريخ البصري الطويل. نعم. والمستمر واللي فيه كثير جدا من يعني بعض المشكلات اللي ظهرت عبر التاريخ. بالظبط. وتم تجاوزها وبرضه الانتصارات اللي تحققت عبر التاريخ، يعني ما كانش كلها مشكلات، ده ما كان فيه برضه نجاحات ضخمه جدا حققتها مصر عبر التاريخ. نعم. احنا بنحكيها ونحكي لهم ايضا على الخبرات الشخصيه بتاعتنا. بالظبط. يعني انا بس انا بصيت لك انا بصيت لك الفكره بقى كاستاذ علم اجتماع، شوف بقى انت تصغها يعني شوف لنا كده اليه دي تحصل ازاي. بعتقد ان احنا محتاجين ده يا دكتور احمد. احنا محتاجين لو الفكره عجباك اللي انا طرحتها. تضافر احنا محتاجين تضافر المكونات الاساسيه اللي بتاثر على وعي الجيل الصغير. نعم. اللي هي من اهمها الاسره. وطبعا دور الاجيال الكبرى الكبيره في الاسره مهم جدا، يعني دورهم مهم، يعني الدور الانسحابي مش مطلوب على الاطلاق. صحيح. والدور الايجابي لازم يبقى متواجد بشكل مستمر. الدور اللي ممكن تقوم به ايضا المدرسة، لأنه المدرسين دول طبعاً. المدرسين دول هم أباء في نفس الوقت. نعم. وهم نعم. مدرسين. نعم. وهم عندهم خبرات وعندهم رؤى وعندهم أيضا يحكوا برضو للطلاب في المدارس. خلوهم يكتبوا موضوعات إنشاء. نعم. نعم. ويخلوهم يرسموا. صحيح. بعض يعني بعض اقصد يطلع منها شغل كتير. طبعا الفنون المختلفه اللي ممكن تسلط الضوء على بعض المشكلات والتخطي الازمات وكده. بالظبط. والاعلام. بالزبط. ايضا عليه دور كبير جدا ان هو ينقل المعلومات الصحيحه ويقدم كل حاجه بشكل صحيح، بحيث ان احنا في الاخر خالص ان شاء الله المستقبل هيكون افضل بكتير جدا ان شاء الله. يعني شكرك. ان شاء الله. شكرك دكتور احمد.